جانت تبقرت تنظيمات عمل تقنية. وفي هذا الإطار وصير في نظام موحد في جميع الولايات للورشات، هذا ابتداء من الولايات الاستفسار والتوضيح. يتفضل. الملتقى كان بعد ملتقيات ولائية، هذا للنظر في المنظومة الصحية، تطوير المنظومة الصحية، تمويل المنظومة الصحية وتطويرها. هذا الملتقى راح يتمحور عدة محاور أو ورشات اللي راح تناقش هذه المواضيع كلها. انشغالات اللي عندنا يعني في هنا في على مستوى ورقلة هي بالدرجة الأولى إنشاء مستشفى جامعي اللي راح يستجيب المتطلبات قصصوة تاع الأساتذة الاستشاريين الجامعيين ولا الطلبة بالدرجة الأولى. كان هناك مشروع اللي تجمد منذ 5 سنوات وأعيد إحيائه العام الماضي، لكن مازال المشروع تسمى كما يقولون راه يمشي بخطى يعني شوية بطيئة.